كيفاش كنتي كتشوف النتيجه ديال المحاضره؟ الحمد لله، اولا كنحمد الله وكنشكره على هذه النتيجه هذه، على هذه المباراه. كيف ما شاف جميع مباراه ما كانت سهله، لعبنا مع فرقه مزيانه، التجربه ديال اللاعبين ديالنا عرفنا نديو الماتش الحمد لله كاليفي، لعبوا الفينال ونتمنوا من الله باش نحققوا شي نتيجه مزيانه في الفينال ونديو اللقب الجماهير نادي الوداد الرياضي ولا الجماهير المغربيه ان شاء الله. امير لحقتك شكرا في الفتره ديالك، كنت غادي تقول يعني كنت كتحاول، كانوا كيجيو شي افكار شنو بقى؟ الافكار اللي كانوا كيجيني هو ما تكونش شي اصابه عند خونا امين، والحمد لله الحمد لله ما كان والو، حنا كنلعبوا عائله واحده مجموعه واحده وان شاء الله نحققوا اللقب.